في المساله لا تخوف ياك تخافش صح ما تخافش تخاف من الله سبحانه وتعالى تخافش يدير شي حاجه حيت انا الخوف تكون غير من الله بوحده سبحان الله حبيبي شحال انت وانت مريض عندي واحد الشهرين تقريبا شهرين باش بدا هذا الشيء هذا ولكن هذا الكي اللي كوميتي غير صحيح تفشش هذا المسكين اللي بغات انا بغيت دوارة متزوج ولا مازال؟ مازال شتي اللي بغيت نتزوج باش نبرا هي اللي بغات لي طول الله خير الله يدير اللي في الخير حبيبي ما تخافش تخوف اصاحبي نعم تخوف بزاف الله عليك ما تدخل على حجة ما كتبعش مزيان لا طلع كان عريض تعرف بزاف الوسواس ما كان شوية وصح تعين توسو الخوف الخوف كان كاين الخوف المهم عقل باش يلقي دير ان شاء الله في الدار بعد الله فهمت دير المسيد دير ان شاء الله في الدار متعصبش خش متعصبش خشك واخا تلقى راسك تحسب شنو ديك الجبال ديال البلج حد العصر ديك الشكرا ما كاين حتى شي حاجه انت قلت الضروري ديك الضروره ديالنا ديك ما خلاك وياه ما خلا لا هو خوك يكون تخلع فهمتيني؟ نعم يكون تخلع شي كيجي من جرا أول مرة وخلعة إلا تخلع وقع لي المشكل أبر الماكلة ماكلة خاصة هذا الماكلة الإنسان خاصو ديما يعرف شنو يعرف شنو كي ياكل شنو غادي شنو قال كاين دابا اللي كياكل وصافي هو مرض وكياكل شي حوايج اللي اللي هو ما الله يستر بحال دابا اللي فيه هذا ديما تبعد ديما المسألة اللي كدير القط بحال البنان القطاني فهمتيني يعني المسألة اللي كدير القط ديما تبعد من القط كاين الألم شو ولا كاين الصبر الله أصبر أصبر كاين الألم ولا كاين الصبر حسبتي عند خوك حمد نافع الله بخير الله يبارك فيك واحد المهم وي وي ولا لا خير على خير الله مزيان ماشي بعد شي مرة الماء خشيت جدا غادي ضروري نشوفو غادي نشوفو ضروري والله إلا تتقول لي سلم عليا بالله سلم على الخير والفرحة والله إلا تتقول لي سلم على رفقي كانت هاد البلاصة لا ما تمدش يدك هكاك لقيت يدك هكاك خويا كاين هاد البلاصة هادي كاين الألم هنا ياك كاين الألم هنا معصب بزاف اخويا برك ها باب معصب بزاف ما انا معصب ما والو وشنو كاين معصب الدرع يتفرج معصب معصب اللي تيدير معصب داك الشيء اللي قلت له معصب يا والله
معصب بالمعقورة مش فيه. ما عندك مشاكل؟ لا هاني الله يلعب يا خير والحمد لله. حق لستك مسحك التوكي كل ما كنو شايفو شادين لستك بزعين الله لا ما عصب وصل ما عصب لا ما عصب ما أقول ماشي ما عصب شوية وساك ما رمينا طيارات القلب هو ماشي ذيك كدخل كدخل نكشي يا بخي طيارات كل شيء كل شيء هو داخل داخل ولا ولا يجوا فرص هذا الشيء هذا هو المشكلة فيها كل خاسر ماشي هو اللي خاسر باش بقى معصب على حتى شي حاجه ماشي شي حاجه اللي كتستاهل انسان يتعصب عليها وتبقى خويا معصب تيجي الانسان بدا دير هي مخدماش ما كاينش شي حاجه اللي كتعصب هذا الوقت من غير الفعل عن الله عز وجل الا بعد تما تعصب بسم الله تقيت ارتحتي شوية تقيت زعما تبدو كالو ذاك الشيء درتوه في البلاد تقيتوه ولكن وين باش حيدتي في السطار باش حيدتي قال لك حيدوه هو الحليب هو الشيء لا قهوة قهوة شي عجوب وكدير له شي ما رحت له هذا الكيسون وكان يعطيك الشر تقيت يعني تقيت والله عز وجل يشفيك ماذا فيك تسكن في زاكورة؟ لا ورزات ورزات ما شاء الله دابا جاي من تما ما شاء الله قلت له الله انت كاع دابا احمد هو الراي واش هذا قديم اخي؟ شد فيه قديم هو ما كانش فيه كانش فيه صح فهمت كانش ما كانش واعي مسكين هذا هو مشكلة انتقام جابو لي بخو تعدى عليك لا لا باش تروح الفكرة مزيانة حتى تنبغي نعيش واقعي مع الله ماشي راك ما اعتبرهاش من دابا ماشي هذيك الحجابه عطلو تبرع من راسك فهمتي من راسك تبدا من راسك انت اول حاجه المسائل اللي تعصبني حاول ايفيتيها الماكله اللي كدير ليا القلب او لا عطر من بحال البنان كما قلنا بحال الحليب والتمر مجوج بحال القطاني بزاف كيدير ليك عطى على الحمص 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 دست دست الروز دائما ناكل الماكله اللي فيها في الالياف خبز زين خبز انت بحاجه اللي هي كت ومن حاجه تعصب واش يقول كانوا غادي نحجم لكم السدك تمشي تبرا شي ما كاينش والله زين شي فهم قبل السبب والكمال الله يجزاك على خير علاش من القلب ولا مش حاجه اه عندك الماكينه كلها مزيانه ها الماكينه كلها مزيانه الحمد لله
كيف هذا مير لا بس خمسين بس خمسين مثلا تموت كيف تسخص الجمهور كيف تسخص الجمهور نعم صعب والله والله صعب معرفت رجالك نص صحت هذا الشيء ليش فيك؟ نعم. ودعي معنا.